مواقع التواصل الاجتماعي والتعليقات السلبية والمسيئة التي تصل إلى الطعن بالشرف والأخلاق بدون أي سبب منطقي أو حقيقي. منكم من يعتقد أن بنشره لرأيه السلبي الذي لا يمت للمنطق بصلة سوف يترك بصمة في عقل القارئ. الضغينة والسلبية والعنصرية لن تثبت وجودك ولن تسمع رأيك. تقزيمك للآخرين لن يجعل منك بطلا، أصبح للأمر أبعاد أخرى. الجميع بغنى عنها، جادل بإنسانية وموضوعية، كن هادف وإيجابي، كن رقيبا على نفسك.